يعني فالسبب واضح، من يجاوبني عليه؟ من يجاوبني يقول لي ليش؟ ليش غيروا الاسم مالته؟ الاستاذ احتمال يعني ما يسوي ثيروتيز، بس هو اكيد يسوي انفلاميشن اوف ذا بايل دكت. عافيه عاشت ايدكم، فيري جود. لان هواي مرضى برايمري بيليار سيروسيس هم ما عندهم سيروسيس، فانا ليش مخلي هاي التسميه عليه؟ فغيروا اسمه، صار برايمري سكلوزنج كونجاتس، العب برايمري بيليار كونجاتس. اوتو اميون طرق طرق اللي قلت لكم عليه بالبدايه، يعني المفترق طرق ذاك مع الاوتو اميون هيباتيتس. وين رحنا؟ رحنا الطريق حله. ليش؟ لان لقينا الترانس امينيز مزداد، اللي هنا الاي اس تي والاي ال تي. لحد هنا ايش نلقى؟ كولستاتيك الاي ال تي مزداد. كولستاتيك يعني نلقى الاي ال تي هو اللي زايد، لا الاي اس الاي اس تي صاعد احتمال، والاي ال تي هم صاعد احتمال، بس اكثر شيء راح نلقاه هو الاي ال تي. راح نلقى ال تي واصل 500 فرق، هو الابر ليميت مالته اكثر شيء 180، من تلقيه واصل 600 او 500. اذا هذا خلاني بغير خانه، خلاني بكوليتاتيك ليفر ديزيز. جوندس احتمال القى واحتمال ما القى، والجوندس اللي نلقاه بحاله البرايمري بيليار سيروسيس نفس الجوندس اللي نلقاه بحاله الاوتو اميون هيباتايتس، يعني دايركت هايبر بيليار اوبنيمي. بس اللي حددنا انه هذا كولستاتيك هو الانزيمز. سؤال قبل ما ابدي، شنو الفرق بين الكولستاتيك جوندس وبين الاوبستركتيف جوندس؟ دكتور اوبستركتيف يعني اكيد اكو اوبستركشن اكسترا هيباتيك مثلا يكون، بينما الكوليستاتيك قد يكون مجرد انفلاميشن انترا هيباتيك. شو يسوي الانفلاميشن انترا هيباتيك؟ دامج تو ذا بايل دكت وليك اوف ذا بايل. لا احكيها بطريقه ساينتفكلي، الكوليستاسيس اكو ديفكت بالسكريشن اوف ذا بايل من السيلز، اكو ديفكت بالسكريشن، البايل ما جاي يقدر يطلع، جاي يقدر يمشي بالبلياري راديكلز. هذا صح ولا كوليستاتيك؟ كوليستاسيس. ولهذا الهيباتايتس اي، هيباتايتس اي عاد هو يسوي هيباتوسيلر جوندس، بس بنفس الوقت يسوي يسوي كوليستاتيك جوندس. شنو اكو اوبستراكشن صار؟ لا ما صار اوبستراكشن، بس اكو ديفكت بالكاناليكيلاي، صار ديفكت بالسكريشن مال البايل، تجمع بالسيلز، زادت صار دايركت هايبر بيليوبنيميا، صار البيشنت عنده حكه بالجسم، جوندس ويا كل ويا اتشنج. هذا الكوليسيس. الاوبستراكتيف شنو؟ اكو مثل ما قلت اكو شغله ساده الطريق مال لا البايل جاي يطلع من السيلز، جاي يصير بي سكريشنز وجاي يوصل للبلياري راديكلز، بس من يريد يطلع يوصل للديودينوم اكو فد شيء معترضه. شنو هذا الشيء المعترضه؟ الشيء المعترضه هذا احتمال ستون، دكتور احتمال ممكن ستون، ممكن تيومر ان ذا هيد او بانكرياس، ممكن اكسترا، ممكن اكسترا بايل داكس مثلا فد تيومر سو كوم. فيري جود فيري جود فيري جود. احتمال ليف متساد الطريق، احتمال اكسترا جول بلادر كانسر كولنجيو كارسينوما ساد الطريق، سي اي بنكرياس وساد الطريق، سي بي دي ستون وساد الطريق، او باراسايت وساد الطريق، سوى جوندس هاي ذات السيستم ساد. المهم فد اوبستراكشن بالبايل فلو مو سكريشن، هذا الفرق بين الكوليستاتيك والاوبستراكتيف جوندس. البرايمري بيليري كولنجايتس، برايمري بيليري سيروسيس يسوي كوليستاتيك جوندس، يعني ديفكت بالسكريشن مع البايل من السيلز للهيباتيك سيلز للكانال الكلاي. اوتو اميون ديزيز يسوي سيلولار انجري بالهيباتيك سيلز وديفكت بالسكريشنز للبلياري سيلز. هذا البلياري سكريشنز مهم، هذا الباي هذا الهيباتيك سيلز من ديفرز بلياري سكريشنز مهم. ليش مهم؟ لان هو البلياري سكريشنز
من الويست برودكتس. الليفر مسؤول عن الاكسكريشن مع الويست برودكتس عن طريق البايل. اكو هواية ادوية انتو تاخذوها تبلعها الاكسكريشن معتها عن طريق البايل. من هذا البايل ما جاي يطلع ويتجمع بالخلية ويتجمع بالخلية راح يدمرها. راح يصير دامج بالسيلز. بالنهاية المحصلة احتمال شي يصير فايبروسيس. والفايبروسيس يؤدي الى سيروسيس. احنا ايش قلنا اكثر شيء اوتو اميون. الاوتو اميون وين يصير؟ بالفيميل. اذا هذا هم فيميل فريدوم من البرايمر بليير سيروسيس. عاده العمر اللي يجي بي اكثر من 40 سنه ميدل ايج فيميل. وابد ما يجي بالاطفال. فيميل بريدومينتلي فيميل عمرها اكثر من 40 سنه. ميدل ايج فيميل اكثر من 40 سنه. ومرات البيشنت هم ما يدري بنفسه واصل اند ستيج ليفر ديزيز وكرونيك ليفر ديزيز وفايبروسيس وسيروسيس. شنو السيمبتومز اللي تجيب المريض؟ ممكن دكتور بروريتس جونديس ابدومينال بين. السيمبتومز اللي تجيب المريض بالبرايمري بيليير سيروسيس اتس ايتشينج برايتس فاتيجابيلتي والبرورايتس ايتشينج اللي يجيب المريض ويخليه راجع والايتشينج بعد ما بعد جونديس. ففي البرايمري بيليير سيروسيس عرفوها انه البرورايتس الايتشينج يصير قبل جونديس. وهذا فد واجب عليكم تطلعوا لي تقولوا لي شنو الكوزز مال الايتشينج بال كوليستاتيك والأوبستراتيف جوندس. ليش يصير إيشينك؟ البيروبين شبيه البيروبين هو البايل قصدي يعني هو هذا هو هذا الجواب المعتاد انه راح تقول يابا بايل اكيوميليشن بالسكين. بس اريدكم تطلعون بالدافيدسون تلقوها ليش جاي يصير اتشينج بالبيشنت وذ برايمر بالكوليستاسيس. ليش جاي يصير غير بايل سالت؟ طلعوها طلعوها وكتبوا لي انتوا بعدين طلعوها وكتبوا لي ليش يصير اتشينج بالكوليستاسيس كوليستاتيك جوندس. هسه احنا عرفنا اكثر شيء يصير اللي يجيب البيشنت هو الاتشينج. اتشينج فيميل جتك وقالت لك دكتور هاي حكه ما جاي تروح لا بالالارمين لا باللوراتيدين رحت لابو الجلديه قال لي الجلد ما فيش ما بي شيء راسا الطبيب اللي يفتهم ويشوفها عمرها فت 45 سنه 50 سنه وعدها هذا الايتشينج وكل شيء ما عدها غير شيء راسا يدز الليفر فانكشن. من ضمن الليفر فانكشن اللي يدزه هو الاي ال بي يشوف الاي ال بي زايد لو لا من غير الفيتشرز اللي حكيت لكم اياها هاي الفاتيجابيلتي الانسومنيا الديبرشن الكوجنيتيف فانكشن ديس فانكشن. الدياجنوستيك ابروتش ورا ما اخذت هيستوري سالت عن اذر اوتو اميون ديزيز نفس الحكي لان اوتو اميون احتمال اذر اوتو اميون وياه لازم اسوي الانفستيجيشن. الانفستيجيشن اللي سويتها هنا عندنا مفترق طرق احنا مثل ما قلنا ما دام شفنا الاي ال بي هو الزائد الاي ال بي هو اللي صاعد صاير فت 500 والجوندس وياه شرط مو شرط موجود يعني لو تلقى جوندس لو ما تلقى جوندس اذا وجهني بطريقه الديوانيه يعني بعد عرفت انه اكو كوليستاتيك المشكله كوليستاتيك. هسه اريد اميز هذا الكوليستاتيك هل هو كوليستاسيس لو اوبستراكتيف شلون اميزه؟ اميزه عن طريق الالتراساوند. الالتراساوند ليش اسويه؟ واحتمال الجا مو بس التراساوند احتمال الجا سي تي احتمال الجا ام ار سي تي على مود ممكن دكتور الالتراساوند حتى نشوف مثلا البايل دكت اذا بيها دايليتد اي على مود شنو ليش اسوي التراساوند داني انا التريتمنت دكتور التريتمنت يختلف لا مو التريتمنت انا سوني حكيت قلت لكم من يشوفون من يشوفون الاي ال بي صاعد اذا هذا يمشي ويا الكوليستاتيك بس مو الاي ال بي من صاعد اثنينهم بالاوبستراكتيف جوندس يصير وبالكوليستاتيك جوندس يصير شلون اميز بيناتهم؟ احنا قلنا الاوبستراكتيف احتمال سي اي احتمال ستون احتمال باراسايت اميزه انه استثني لازم شلون استثني بالالتراساوند. الالتراساوند اشوف اكو سي بي دي ستون اكو سي اي بنكرياس
اكو باراسايت ساد الطريق، اكو جول بلادر سي اي، اكو دكتور مو اي مو قلت بالالتراساوند ممكن اشوف الدايليتد مع البالدك نتيجه الاوبستراكتيف مثلا الكوز مالتها مثل ما قلنا ستون او كذا. اي عافيه هيك قولي 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 اكسكلود سي بي دي ستون، اكسكلود سي اي بنكرياس، اكسكلود سي اي جول بلادر، اكسكلود كولانجيو كارسينوم، اكسكلود اوبستراكتيف كوزز الالتراساوند، واحتمال احتاج ام ار سي بي ماجنتيك ريزونانس ام كولانجيوغرافي، احتمال احتاج استثني بالسيتي، المهم استثني الاوبستراكتيف كوزز. اوصل مرحله انه استثني اسوي اندوسكوبيك الترا ساوند، المهم استثني اي شيء يسوي لي اوبستراكشن. وديز انفستيجيشن مثل بالضبط شلون دزيت انا الاوتو اميون هيباتايتس اميونيتي اوتو انتي بودي، وحسب الاوتو انتي بودي اللي عرفتها ومسطر لكم اياها بالالجوريثم لازم تعرفون شنو الاوتو انتي بودي اللي يصير ويا البرايمري بيليري سيروسيس، هو الانتي ميتوكوندريال انتي بودي. اذا لازم ادز انتي ميتوكوندريال انتي بودي مثل ما دزيت هناك الجاما جلوبولين واريد اشوف الاي جي جي اكثر، هنا ادز جاما جلوبولين اريد اشوف الاي جي منو اكثر ام اي جي ام اي جي ام حفظوها اي جي ام بالبرايمري بيليري سيروسيس ميدل اي بي اول حرف ام اي جي ام من الاميونوجلوبولين انتي ميتوكوندريال انتي بودي هم بي ام اما اكو تميز انه هذا برايمري ريسورسز. قد احتاج جزء من كل ما وصل الدايجنوسيس اوصل انه البيشنت للبايوبسي. واخير شيء الجينيتك تيست اللي كلش كلش ما وصلت للدايجنوسيس تلجا للجينيتك تيست اللي هو ما موجود عندنا تعرفوها. هذا الالجوريثم كلش حلو، هذا شوف الاي ال بي يعني دكتور دكتور عمو ماكو عارض العفو ليش ليش جت تنطفي الاي ال بي تدرون انتو يعني السكريشنز مات من الليفر من البلاسنتا من البون. أني شلون أعرف إنه هذا الـ ALP هو من الليفر لو من البون؟ من الجي جي تي. نعم من الجي جي تي. لكن الجي جي تي إنكريز ويا إذن هذا من الليفر. هم كوليستاتيك هو من الليفر، لكن إذا جي جي تي نورمال أفكر بغير شيء من البون هذا الـ ALP إنكريز. زين إذا طفل إجاكم والطفل عنده الـ ALP 250. يعني دكتور قصدك ممكن ريكيتس؟ طفل عمره 5 سنين والاي ال بي صاعد عنده. احنا نريد نفرق بهذا الطفل بون عن الليفر مالته؟ هو هذا السؤال ما له علاقه بالموضوع بس يعني دكتور ممكن ريكيتس؟ اي يعني واحد جاكم انت طبيب قاعد وجاك ممرض قال لك دكتور هذا ابن اخويا سويت له تحاليل هيك عامه شو طلع هذا انزيم الكبد صاعد الاي ال بي شفته انت والله صاعد 250 ايش راح تقول له ركيتس بعد من يجاوب الكار هو جزء نورمال كجروث مالك نورمال ليش يعني جزء جروث مالك عنده زايد يعني باعتبار دائما جروث بعد من يجاوبني بعد من يجاوب بيجت ديزيز هايبرثايرويديزم هايبر باراثايرويديزم مثلا يعني ملكه ها خرعتيه هسه الدكتوره دكتور الاوستيوكات والاوستيوبلاس اكتف يعني تكون بهذا العمر اوستيوبلاس اوستيوكات يعني شنو يعني نورمال اي طفل من هو من نورمال ليش نورمال احنا ايش قلنا هو الاي ال بي يصعد من البون والليفر اي طفل لحد ما الافيفيسز ينسدن وبعد ماكو جروينج بالبون الاي ال بي تلقاه صاعد فمن يجيك هذا الممرض وجاي ابن اخوه الاي ال بي صاعد وقال الدكتور هذا شو صاعد يقول له هذا طبيعي لان بالاطفال يصعد الاي ال بي جروينج بون اسمه جروينج بون هو يطلع من البون ومن الليفر ومن البلاسنتا فبالبريجننسي تلقاه عالي فمن تجيك بريجننت ومنسائيه تجي مخترعه وتقول لك الحق هذا الاي ال بي صاعد عندها انت شو تقول لها دكتوره طبيعي هذا لان البلاسنتا تفرز الاي ال بي
من يجيك طفل عمره 11 سنة وعدى الـ ALP صاعد تقولهم طبيعي هذا لأن growing bone جاي ينمو العظم والـ ALP يطلع من عنده فلا تخافون طبيعي. حد ليش قد الليفل مات بلا زحمة؟ الحد ما ينس الحد ما للماتشورتي شو وقت ينسد الإبتسس؟ لا عمر 16 18 مثلا يصير 120 150 مش قد يعني يجوز تلقي فد 200 220 خو مو تلقي 600 أكيد يعني هو يعني يعني إذا الأبر ليميت إذا الأبر ليميت فد 180 تلقي فد 250 هيجي إذا الأبر ليميت 120 حسب المختبر تلقي فد 200 يعني مو هاي الاليفيتد شويه لا طبعا مو الاليفيتد مو فد 2 تايمز يعني مو واصل لي فد 350 400 اكيد مو طبيعي يعني. هذا السؤال هيك يعني خارج الموضوع هذا المهم احنا قلنا نميز هذا الاي ال بي بون او مو بون عن طريق الجي جي تي انكريز لون نون انكريز طبعا بنفس الوقت صحيح انا فرقت لكم اياه مفترق طرق بس انت هم لازم اكسكلود اذر كوزز هم لازم تدز فيرولوجي هم لازم تستثنيها هم لازم تسال بالهيستوري والاكزامينيشن عن الدراجز ليش لازم اسال بالهيستوري والاكزامينيشن عن الدراجز ليش يعني الدراجز هم ببالكم تسوي كوليستاسيس اي مثلا تربي اوثن الاوركون ستيف فيوس هم ستيسيس يعني شنو شنو هو يا دراج يعني أول كونتراست يعني استروجين مسوي استيسيس احتمال يسوي كوليستاسيس عافية وبعد أكو دراج كلش مهم الفايبريت 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 بعد أكو دراج الناس ريفامبين كيفها ريفامبين بابانسيد كلهن الحشيات صعب بس أكو دراج كمان ويأخذون الناس بكيفهم للصيدل من الصيدلية على مود بلاعين يأخذه أوغمنتين سامعين بالأوغمنتين كوموكسي كلاب هنا عندك سامعين به هذا الأوغمنتين أكثر درج هو يسوي كوليستاتيك جوندس واحتمال الكوليستاتيك أنت وتأخذه واحتمال وراء يومين من ما تقطعه واحتمال وراء شهر من ما تقطعه يسوي كوليستاتيك فلازم تسأل أهم سؤال ما أخذ أدوية مضاد حيوي قبل أو لا ولازم تدز المريض انتي بودي اللي هنا الـ AMA والـ ANA اكو شيء يصحوا الـ ANA specific primary biliary cirrhosis لا تدخون هاي التفاصيل عرف انتي بودي المهم بالـ primary biliary cirrhosis هو الـ anti mitochondria أو انتي بودي لازم ادز ultrasound exclude for obstructive لازم ادز MRCP الـ MRCP على مود exclude primary sclerosing cholangitis احتمال لازم اسوي liver biopsy كلها هذا حسب الجدول اللي مسويه مياه طبعا الايزل انا ما حكيت لكم عن الايزل تعرفون شنو الايزل شنو مختصر مال شنو العفو دكتور اندوس اندوسكوبيك التراساوند لا لا هذه احنا كل شيء بالطب يسووه الامريكان والاوروبيين اندورس احنا خوش اكو جايد لاينز يصحوا لها الجايد لاينز بحوث ودراسات سووا على مفرض ان الهيباتايتس بي سووا بحوث ودراسات هالسنة سووا guidelines بالتريتمنت شلون تعالج شلون يحكي لك شوية عن المرض شلون تعالج association صارت European association هاي of liver diseases هذه guidelines يعني هي هاي guidelines اللي تتحدد وتنكتب بالكتب فمن راح تصيرون project graduate راح تقرأ مثلا كاتب لك حسب الإيزل هيك تقول يعني هذا الكتاب هو الكتاب ياخذ من عنده او حسب الامريكان ليفر اسوسيشن زين الليفر بايوبسي ما اسوي ليفر بايوبسي للبرايمري بيليار سيروسيس ورا ما شو وقت سويت اي مريض اسوي ليفر بايوبسي لا مو اي مريض لان انا ما انفيزيف ديزيز وان اقدر الانفيزيف دايجنوستس وان اقدر اشخصه بطريقه سهله يجوز بالهيستوري أم شخصه يجوز بالإستيجيشن أم شخصه أكو حالات أشخص بيها أحتاج بيها ليفر بايوبسي شو وقت أما أنت كلش عندك شك مع البرايمري بيليار سيروسيس بس طلع عندك الأنتيبودي نيجاتيف إذن لازم ألجأ الليفر بايوبسي أو
خليت بالك انه المريض صحيح عنده اوتوميون دي برايمري بليروسيس بس بالك انه اكو يا احتمال اوتوميون هيباتايتس. وانا حشيت لكم قلت لكم اكو اوفرلاب عندهم بين الاوتوميون ليفر ديزيز هيباتايتس وبين برايمري بليروسيس. هنا هم محتاج ليفر بايوبسي خوش او صار عنده اذر سيستميك او اكسترا هيباتيك كوموربيديتي هم محتاج ليفر بايوبسي. هنا اريد اشوف شنو المشكله بس برايمري بليروسيس لو اكو غير شيء هذان الانديكيشنز مال ليفر بايوبسي. فمو اي مريض اسوي له ليفر بايوبسي مو دائما احتاجه مو مثل البرايمري الاوتوميون هيباتايتس اللي دائما احتاج بيز لاين ليفر هيستولوجي على مود اقارن ورا ما اعالج. اللي راح تلقوهن بالليفر بايوبسي احتمال تلقى سيروسيس احتمال تلقى الانترفيس هيباتايتس اللي حشتكم اياها بالاوتوميون احتمال دكتوبينيا بايل دكت ديسترويد بايل دكت لوس دكتوبينيا يفتحولها او لمفوسيتك كولنجايتس او كلهن يعني احتمال تلقى. زين حسب انت شو تقسم المريض تقسمه الى low risk و high risk patients حسب عمره السكس مال patient وين واصل بيا مرحله بعده بالبدايه واصل سيروسيس حسب نظرتك شو تقسمه قسمه هذا low يعني بعد low risk low high risk of disease. ليش؟ لان هذا يفيدك بعلاجك شنو العلاج اللي احتمال تحتاجه لهذا البيشنت. واضح؟ انت علاجك يتقسم الشغله الاساسيه بالعلاج هو الاورسو دي اوكسيكوليك اسيد. شنو هو الاورسو دي اوكسيكوليك اسيد؟ هو فتبا هو في شيء سيعزوش البعض. نعم يعني حسبادي تسأل ما حسبادي تحكي. اي اسأل هو انا اسأل ها اللي هو دكتور يسوي او يقلل من سنتس او بايل بالليفر نفس الوقت يقلل من ابزوش بالانتستين قلل ابزوش المالته هو هو احنا عندنا ديفكت بالبايل اسيد بالبايل اسيد سيكريشنز والبايل اسيد مهم للديتوكسيفيكيشنز مال السيلز وهذا الديفكت عندنا به اكو ديفكت بالسيكريشنز مال البايل اسيد بسبب هذا الاوتوميون ديزيز. فاني اعطي واحد من البريكرسرز مال ذن البايل اسيد هو الاورسو دي اوكسيكوليك اسيد على مود اسوي ديتوكسيفيكيشن على مود اساعد على البايل سيكريشنز على مود امنع الدستركشنز مال السيلز على مود اخرها هاي الدستركشنز مال الهيباتيك سيلز اخرها. فاهم اكسبلي تريتمنت مال البرايمري بيلير سيروسيس هو الاورسو دي اوكسيكوليك اسيد. تقعدون تطلعون تشوفوا كل دراجز اعلمكم طريقه طلاب. هسه اني حكيت لكم فرضا الازاثبرين حكيت لكم الاستيرويد حكيت لكم الاورسو تقعد تلزم الاورسو شنو السايد افكتس مالته شنو خصائصه ليش نطي وشنو الادرز افكتس مالته من راح تطلعها هيك ويا الديزيز اللي اعطيتكم اياها ما راح تنسى بعد. واضح؟ فهو بايل اسيد واضح نستخدمه على مود يعني على مود لان هو احنا عندنا ديفكت بالبايل اسيد على مود يسوي ديتوكسيفيكيشن يزود البايل سكريشنز يمنع الدستركشنز مال السيلز اللي هي اصلا هاي كلها مشكلتنا الاساسيه بالبرايمر بالليرثروس. ماكو سكريشن كوليستاسيس اكو جاي يصير دستركشنز بالسيلز وفايبروسيس وايفنتشوالي سيروسيس. بالجديد هسه اكتشفوا اكو بايل اسيد ثاني وهم ابروفد وهم يسوي ديتوكسيفيكيشن يصحوا له اوبتيكوليك اسيد اللي هو هذا السوى نازل نفس الفكره مال الاورسو تحفظون الاوبتيكوليك اسيد ما عرفته مو شرط لا تحفظه هاي مو واجبك بس اذا ما عرفت الاورسو دي اوبتيكوليك اسيد ما قلت اعطي للمريض اورسو هاي فيتال ميستيك لازم تعرفه تعرف جرعة مالته عادة 13 إلى 15 ملي جرام فيرجي هذه الجرعة مالته أول إدراك تطي إيش قد تطي راح تسألني تقولي شو وقت ليش وقت شو وقت قطعة للأبد أوتوميون للأبد معناها احفظ أوتوميون للأبد للأبد أنا أطي أورسو الحد ما يجوز يصير فير لو الليفر سيروسيس يجوز أحتاج ترانسبلانت
ذاك الوقت بعد ألجأ العلاج اللي هو الليفر ترانسبلانت طبعا العلاج. بس اذا واحد سالك قال لك ليش وقت اظل اعطي اورثو 13 الى 15 ملغ بير كي جي يقول له لايف لونج للابد. اقدر اعطيه بالبريجننسي بوست بارتم هم اقدر اعطيه. زين احنا قلنا انا قلت لكم بالبدايه قلت لكم اكو اوفرلاب بين الاوتوميون هيباتايتس والبرايمري بيليري سيروسس. اذا الطبيب اكتشف انه اكو اوفرلاب واثنين موجودات سمبلي العلاج مالتهن من شخصتهن اثنين موجودات تطي من هذا ومن هذا. برايمري بيليري سيروسس تطي الاورثو، اوتوميون هيباتايتس تطيها ستيرويد وتطيها الاميونسبرشن اللي هو ازافابرين. As simple as that. واضح لهنا يا طلاب؟ واضح دكتور. زين خلصتها. انت تريد توخر تسوي له البايل سيكريشن، تريد تزوده، تريد ديتوكسيفيكيشن للسيلز، بعد عالج السيمتوم اللي هي السيمتومز كل شوف هذا انا سطتكم اياها المانجمنت اوف سيمتوم. بس ال خاف واحد يسألك يقول لك شنو السيمتوم هنا اصلا على متعدد برورايتس فاتيك سكة سيندروم خوش والميسيلينيوس اللي هنا هواية ميسيلينيوس. بس اهم شيء بهذا البيشنت الفاتيكابيليتي والبرورايتس. البرورايتس يستجيب الفيرست لاين هو الكوليسترامين. الكوليسترامين هم تروحون تطلعوه مهم. شو يسوي الكوليسترامين؟ كون تعرف لي شنو ليش جاي يصير عند البيشنت ليش جاي يصير عنده مثل ما شرحت لكم وسألتكم والدكم عندكم تجابوني ليش جاي يصير عنده بروريتس بيشنت يعني نعم اي التسعين بالكوليسترامين لا نعم شنو دكتور عفوا الكوليسترامين التسعين هو ليبيد لورين دراج يعني يستخدم عادي يقلل بايل بالجي اي تي يعني هو ابزر طبعاً بالجي اي تي يرتبط بالبايل يعني ابزوربشن مالته عافية يعني ابزوربشن مالته يقلل بايل سكريشن بتاعته ريابزوربشن عافية ده يعني انسى ليبيد لورين دراج بالبايل همين هو خلاص باعوا هو البايل الايتشنج بالبيشنت او البرايمري بيليري سيروسس حسب ما تجي بيل ديفيدسون راح هسه حسب ما تفكرون بها تقولون هذا لان اكو ديفكت بالسكريشن مال البايل ما يطلع للديودين يتجمع بالبلاط الدور من البلاط يصير بي ابزور ويتحول للسكن ويصير بي ديبوزيشن بالسكن اكيد راح يصير اتشينج. اكو بعد كوز سحوله اب ريجوليشن السبب مال الاتشينج عند المريض هو الاوبيويد ريسبتورز. المريض ابو الاتشينج بالبرايمري بيليري سيروسس بسبب هذا الكوليستيسيس يصير عنده اب ريجوليشن بالاوبيويد ريسبتور. الاوبيويد ريسبتور صار سنسيتيف مور سنسيتيف صار اتشينج عند المريض. الاوبيويد ريسبتور هي مسؤوله عن الاتشينج. تروح تلزم الدافيدسون وتشوف ليش تلقاها نصا مكتوبه الكوليستيسيس يسوي اتشينج بسبب اب ريجوليشن اوف بايل سول اوف اوبيويد ريسبتور. بس السبب اللي راح تقولوه اللي هو deposition of bile بالسكن هم سببه صحيح. وبسبب هذا ال deposition استخدم الكوليسترامين ويفيدني لأن راح يتحد ويا البايل هذا sequestrant يسحوله يتحد ويا أي دراج. الكوليسترامين من تطي يتحد ويا أي شيء ويصير بي excretion بالفيسز. فأنا أريد أخلص من البايل جاي يصير بي deposition وجاي يسوي itching أعطي كوليسترامين. الكوليسترامين راح ياخذ البايل ويطلع بالفيسز ما يصير بي ابزوربشن وما يتجمع بالسكن. واضح يروح الاتشينج. ولهذا بسبب هاي الخاصيه الكوليسترامين اكو بي فيتشرز مهمه. اذا البيشنت ياخذ ادويه مزمنه لازم ما اعطيه ويا الادويه لازم اقول للمريض هذا الكوليسترامين تاخذ فرق بينك وبين ما تاخذ اي دواء على الاقل فد ساعه الى ساعه. ليش إذا يأخذ أي علاج مزمن يتحد ويا الكوليسترامين ويطلع بدون أبزوربشن ويطلع بالفيسس. لهنا واضح. دكتور شلون أول بداية أعطيت يورسو اللي هو بايل أسيد يعني اللي هو ودور هسه أعطيت بايل أسيد
اريد اقلله على مود اقلل لا 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 ايش صار يعني شيء لا لا ما فهمت الفكره لا 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 مو هيك شيء باوع لي الكوليسترامين هذا راح يصير عنده باوع مو انت عندك شنو البايل من يطلع من الليفر سيلز وين يروح المفروض لازم يروح للدودنم للدودنم لعد هو وين جاي يروح هسه وين جاي يتجمع جاي يروح للبلاد لانه اكو ومراح اوبستراكشن وجاي للبلاد ومن راح للبلاد وين بده يروح بعد جاي يروح للسكن وسودي بوزيشن اللي هو هذا اريده اني لو لا لا ما اريده شلون اوخره هذا انطيك الكوليسترامين لعد نجي للاورس ونرجع الاورس شنو فائده أريد أزود البايل باعتبار البايل عنده قليل وين أزوده؟ بالإنتستاين شلون؟ أزود أزود السكريشن أسوي ديتوكسيفيكيشن بالسيلز أخلي البايل يمشي واضح؟ أنا أريد أرجع الناتشرال باثولوجي أريد أسود أقلل ديتوكسيفيكيشن مال السيلز عن طريق الأورسو وخليه يزود السكريشنز ويرجع للإنتستين أحركه أخليه يرجع للإنتستين مو زوده بالبلط وضحت الفكره لو لا اي وضحت دكتور وضحت عرفت لان انا اريد البايل بالانتستين الكوليسترامين يوخر لي من شكو مكان ما اذا انا موجود بيه يتحد وياه ويطلع عن سوى وضحت الفكره بس اهم شيء بالكوليسترام الكوليسترامين اهم نقطه بيه انه هذا يصير انتراكشن ويا اذر دراج لازم اكو فرق بين دراج ودراج زين غير بعد شطي شافوا الريفامبسين هذا الريفامبسين اللي يطول الانتي تي في بي انتي بروريتك فيتشرز فتقدر تعطي البيشنت ابو البرايمري بيليري سيروسيس على مود يقلل الايتشنج بعد ايش تطي تطي ذن الشغلات العاديه ديسلوراتيدين الارمين واضح زين مثل ما قلنا انه البيشنت ما دام عنده برايمري بيليير سيروسز اللي هو اوتو اميون احتمال يصير عنده اذر اوتو اميون ديزيز شنو هن الاذر اوتو اميون ديزيز الكمن اللي يصير ويا البيشنت اوف ابو البرايمري بيليير سيروسز هو الزيوغرين سيندروم سامعين بالزيوغرين سيندروم؟ إيه نعم دكتور. شخوش. الزيوغرين سيندروم أهم كومبليكيشن بيه هو اللي يصيحوا له سكس سيندروم أو الدراينس بالآي بالماوث بالفاجينة. فهذه إذا صارت والبيشنت عندها هاي الفيتشرز مال السكس سيندروم هم لازم أعالجها. شلون أعالجها؟ artificial tear. خوش. artificial saliva. المهم شكو سيمتوم انت لازم تعالج بعد هذا البيشنت ابو البرايمري بلير سورس اللي عندها اهم شغله هي البروريتس والفتيق والسكه سيندروم الفتيق العلاج مالته يصيحوا له هذا يعني اكسبيرت سنتر ريفيرال ويقعدون ويحكون وياه شلون علاج مثل النفسي يصيحوا له ماكو شيء واخر الفاتيجابيلتي اصلا هي يعني اكو يقولون اكبر مشكله عند البيشنت أو البرايمري بيلير سيروسز هو الفاتيجابيلتي حتى من يزرع ويسوي ليفر ترانسبلانت هم ظل عنده هاي الموجودة الفاتيجابيلتي اللي هي مشكلة أساسية ولهذا لازم يخلوهم بمجموعات شلون سايكو ثيرابي ويحشون وياهم واضح زين بعد اكو كومبليكيشنز هم لازم تعالجها شنو هي الكومبليكيشنز الاوستيوبروسيس ليش يصير اوستيوبروسيس نعم بس عندي سؤال بالنسبة للعلاج إحنا من راح نعطي يورودكسيكوليك أسيد هذا يعني مو ما يعني ما كيف عادي ليش نعطي ما سبته هم أنا راح أعالج من الأساس بستانيورودكسيكوليك أسيد لا ها شوفي دكتورة الأورسو أكو ملاحظة نسيت أحكيكم إياها الأورسو ما يوخر السيمتوم بس يقلل لي البروجريشن مال الديزيز يعني إذا البيشنت شخصته برايمري بيليار سيروسز بسنة 2020 وما اعطيتي علاج يجوز 2022 يصير عنده ليفر سيروسز ويكون له يحتاج ليفر ترانسبلانت بينما اذا شخصتي ب 2020 برايمري بيليار سيروسز وطيتي اورسو دي اوكسيكوليك اسيد
يجوز 10 سنين يلا يحتاج ليفر ترانسبلانت. فالفائده مالته بس يقلل لي البروجريشن مال الديزيز، بس الفاتيجابيلتي تبقى موجوده، بروريتس موجوده، لان النيتشرال ميكانيزم اصلا ما موجوده. خوش السكه سندروم احتمال موجود لان اوتو اميون ديزيز، اذر اوتو اميون ديزيز كل ما راح تروح من عنده. تمام شكرا زين. الكومبليكيشن مال ابي سؤال هذا بعد بقى يلا احكي يعني. بالنسبه للهيدروكسي كلوروكوين اللي هسه حاليا دا يستخدموه للكورونا فيروس، شنو فائدته بعلاج السكه كومبلكس؟ الهيدروكسي كلوروكوين شنو فائدته بالبرايمر بيليرسيروسيس؟ شنو فائدته؟ لا 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 بالسكه كومبلكس بالسيجرين سيندروم. شنو الجوفن سيندروم؟ قلت لكم انا هسه اوتو اميون ديزيز. اي بالضبط. فهو هذا الهيدروكسي كلوروكوين، الهيدروكسي كلوروكوين، هيدروكسي كلوروكوين اللي هو انتي شنو، انتي ملاريال، بيفت فيتشرز لقوها اكتشفوها يصحوا له اميون موديوليتر، اميون موديوليتر يقلل الاميونتي، ولهذا برايمرلي اصلا قاموا يستخدمون مو بالجوغرن، اول دراج قام اول مرض قاموا يستخدمون به هو الاس ال اي اميون موديوليتر، يقلل الاميونتي ينظمها. وبما انه الزيوغرين سيندروم هم اوتو اميون ديزيز استخدموا بالهيدروكسي كلوروكوين، وبما انه الزيوغرين سيندروم اكثريه الكيسات ما تجي وحدها، اكثريتها اسوسييتد وذ السمس اس ال اي، فهم قام يفيدهم الهيدروكسي كلوروكوين. اها تمام شكرا جزيلا. لا هسه بعد الكومبليكيشنز انا كاتب لكم الكومبليكيشنز مال المانجمنت اوف كومبليكيشنز، بس من واحد يسالكم يقول لكم شنو الكومبليكيشنز هم المفروض تحددوا هي الاوستيوبروسيس فرضا. ليش يصير اوستيوبروسيس دكتور؟ لان البايل من ما راح يعني مو راح يكون ديكريز اوف بايل يوصل لل سمول انتستين، يعني الانتستين في قل من امتصاص الفاتي فيتامين، في قل فيتامين دي في يساعد الاوستيوبروسيس. فات سولي اكو عندنا نوعين من الفيتامينز، اكو فات سوليبل فيتامينز اللي هي شلون تحفظوها، اديك اي دي اي كي أدك، أكو فات سوليبل فيتامينز اللي هي الأي والدي والإي والكي، ذني ما دام أكو ديفكت ذني فات سوليبل فيتامينز، هذني راح أكيد يصير بهم من يصير البيشنت عنده برايمري بيليار سيروسيس، من يصير عنده كوليستاتيك جونتس راح يصير بهم ديفكت. هاي وحدة. السبب الثاني إنه البيشنت احتمال واصل سيروسيس، والبيشنت أبو سيروسيس اللي عنده الهايبو ألبومينيميا وكرونيك ديزيز، اي كرونيك ديزيز احتمال يسوي له اوستيوبروس، فانا لازم اعالج الاوستيوبروس، اذا لازم اعوضه كالسيوم، لازم اعوضه فيتامين دي، لازم الجا يجوز اعطيه بس فوسفونيت على مود اعالج الاوستيوبروس، واعطيه فيتامين سبلمنتيشن لان عنده فات سوليبل فيتامين مع الابزوربشن اللي هنا الاديك. اذا اشوف يجوز عنده يصير فيجوال بلايندنس بالليل خاصه النايت بلايندنس بسبب فيتامين اي، يجوز فيتامين دي ديشنسي، الاي الكي كوغيلوباثي بليدنج يصير عنده، كل هذا يحتاج تعويض. والهايبر ليبيديميا هذني كلهم لازم يتعالجن بالبرايمر بيليار سورس. فمن واحد يسالك يقول لك شنو الكومبليكيشنز مال البرايمر بيليار سورس تعدد اللي هي شنو العلاج مالتن، كل واحد وعلاجه. زين أكو لحد الآن سؤال؟ عفو دكتور، هيباتيك أوستيوديستروفي هو قصدنا به كرونيك ليفر فيلر يسوي الأوستيوبروسيس؟ شنو هو؟ هيباتيك أوستيوديستروفي وين قرأتها هاي؟ ديفيدسون بالبرايمري بيليري كولنجايتس. يعني جز لي الصوره والله خلي اقراها واجاوبك، ما اعرف ما فهمت قصدك شنو. صار بعدين جز لي الصوره وانا اجاوبك. صار زين. طبعا شوفوا طلاب، اي مريض من ذاك المريض الاوتوميون هيباتايتس او هذا المريض البرايمري بيليري سيروسيس اذا وصل ليفر سيروسيس، اذا اكيد راح تدي الكومبليكيشنز مال ليفر سيروسيس.
تعرفوها شنو الكومبليكيشنز. يجوز بعدين اسوي لكم عليهم محاضره. يجوز يصير اسايتس، يجوز يصير بورتال هايبرتنشن، اسوفاجيال فاريسيس، كوغلوباثي، ذني كل وحده يراد لها علاج، كل وحده من عندنا يراد لها علاج. اللي ذني مشتركات، بعدين يجوز اسوي لكم محاضره. اذا وصل البيشنت ليفر سيروسيس شو يصير عنده؟ هايبو البومينيميا، اسايتس، اسوفاجيال فاريسيس، بورتال هايبرتنشن، هيباتورينال سيندروم، هيباتوبولمونري سيندروم، ذني شغلات مشتركه بالليفر سيروسيس من اي كوز، سواء فيروس، سواء اوتوميون، سواء برايمري بليير سوسيس، سواء برايمري سكلوزي كولنجاتيس. واي واحد من ذول اللي يصيرون ليفر سيروسيس احتمال يصير هيباتوسيلر كارسينوما، اي واحد من عندهم. فهاي الشغلات مشتركه، بعدين نجوز اسوي لكم محاضره عليها. واي واحد من ذول البيشنت اللي يصيرون هم ليفر سيروسيس يحتاج احتمال ليفر ترانسبلانت. وصل بعد حتى اخذ له فتره العلاج بعد ما يفيده، نزلت الالبومين، صارت عنده فيتشرز، اجيت سويت ناظور لقيت اوسوفاجيال فاريسيس، سويت الالترا ساوند لقيت هيتيروجينوس ليفر، السبلين انلارج، سبلين اوميغالي، فيتشرز مال كرونيك ليفر ديزيز، معناها ليفر سيروسيس. اذا بهاي الحاله يبدي يصير دي كومبنسيشن، تحتاج تبدل الليفر مالته، تزرع له كبد. بعد كل شيء ما يفيده لازم تزرع له كبد، اللي هو ليفر ترانسبلانت، اللي هو هذا خاص بالبرايمري. لا، اي واحد من دول اللي حكيت لكم اياهم، سواء بمحاضراتي امهات الليفر او بذني، ان انت تحتاج ليفر ترانسبلانت اذا صار البيشنت ليفر سيروسيس. واضح؟ بس الليفر سيروسيس بالبرايمري، العفو، الليفر ترانسبلانت بالبرايمري بالليفر سيروسيس، مرات الانديكيشنز مالته مو ليفر سيروسيس. مرات تخيلوا هاي الفلورايت اللي قلت لكم اهم مشكله عند ابو البيشنت ابو البرايمري بالليفر سيروسيس، كل شيء ما يفيدها، لا يفيدها الدسلوراتيدين، لا يفيدها الريفامبسين، لا يفيدها الكوليسترامين، لا يفيدها الاورسو. الايتشنج اللي اقول لكم عليها مو شيء ايتشنج والله، يعني ايتشنج ايتشنج بحيث البيشنت يعني جلده يمزقه، دم يطلع من عنده، بس يبدي يخلص من الايتشنج. فبهاي الحاله من هيك سيفير انتراكتبل ايتشنج نوت ريسبوندينج تو تريتمنت، يحتاجون انه يسوون ليفر ترانسبلانت بسرعه، بس على مود يخلصون من المريض من هذا الايتشنج. زين، لحد الان واضحه؟ اكو شيء، اكو سؤال عندكم؟ اكو شيء ما فهمتوه من المحاضره؟ لا دكتور، ان شاء الله واضحه. يلا، انا شويه عندي شغل بعد ربع ساعه، فخليني اعبر على ساعه البرايمري سكلوزنج كولنجاتس. اذا هاي عم نشوف على غير مره، على الاسبوع الجاي اذا هاي بكيفكم انتوا، شو تريدون هسه؟ حضرتك عندك شغل وطلاب يردون ريست. يلا براحتك، خليها على الاسبوع الجاي وان شاء الله خير. يلا براحتك، ممنونك استاذ. يلا حبيبي، اهلا وسهلا.